النشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز عناوينها. متحور جنوب إفريقيا يعصف بالاقتصاد العالمي، انخفاض حاد في الأسواق وانهيار في أسهم الطيران. أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين، وإدارة بايدن تلوح بورقة حظر تصدير النفط الأمريكي في مواجهة تحالف أوبك بلس. أزمة الجفاف تتفاقم في المغرب، منسوب السدود ينهار بأكثر من النصف في ظرف عام. الشح المائي يهدد القطاع الزراعي في المملكة. في النشرة تتابعون أيضا 6 ملايير دولار أرباح متوقعة لشركات التجزئة في الجمعة الأسود شمال إفريقيا والشرق الأوسط. أهلا بكم من جديد. اهتزت أسواق المال والأسهم العالمية الجمعة على وقع مخاوف من تفشي متحور جديد لفيروس كورونا المستجد مقاوم للقاحات، واجتاحت الأخبار السيئة المتسارعة عن المتحور الجديد أسواق شرق آسيا، وأحدثت اضطرابا في أسواق الأسهم والعملات في أوروبا والعالم. تقرير في السياق لناريمان حماني. على وقع أنباء زحف متحور جنوب إفريقيا المستجد تهتز أسواق الأسهم العالمية، سارعت منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق تحذير من الدرجة الثالثة بشأن سلالة جديدة وصفتها الهيئة الأممية بالخطيرة وبائياً. أنباء تلقفها ثاني أكبر اقتصاديات العالم سريعاً، حينما لجأت السلطات الصينية لإلغاء ثلث الرحلات الجوية من وإلى مطار شانغاي، أكبر المنشآت الجوية من حيث الحركية الجوية في العالم. على النحو ذاته أعلنت المغرب غلق حدودها الجوية مع فرنسا، الوجهة الرئيسية لرحلات المملكة. مؤشر أولي عن دخول العالم تحت وطأة شبح العودة لسياسات الإغلاق العام، مع تجديد 7 دول أوروبية القيود على النشاط التجاري والخدماتي، في خطوات متزامنة مع تلك المتخذة من طرف السلطات البريطانية التي سارعت لإعلان غلق حدودها أمام الوافدين من 6 دول إفريقية محاذية لجنوب إفريقيا. إغلاق جزئي كانت تداعياته فورية على أسواق السلع الأولية، بتراجع قياسي لأسعار النفط التي فقدت 5 دولارات خلال التداولات الصباحية المبكرة، لتسجل أكبر خسارة يومية منذ نحو شهرين. انخفاض في الأسعار عصف أيضا بكبرى البورصات التي اكتست اللون الأحمر، بانخفاض شامل للأسهم الأوروبية، مسجلة أسوأ جلسة لها منذ أكثر من عام. تراجع ملفت سبقته الأسواق الآسيوية التي أغلقت تداولاتها الجمعة على انخفاض يعد الأعمق في شهر، بتسجيل مؤشر نيكاي الياباني الرئيسي لأدنى مستوى له منذ نحو 5 أشهر. ولإثراء النقاش أرحب بضيفي هنا في البلاطو الدكتور والخبير الاقتصادي الأستاذ حمزة بوغادي. مرحبا بك سيدي في النشرة الاقتصادية. ربما أول تساؤل كان التساؤل كلاسيكي مقارنة بالفترة الماضية حول تداعيات جائحة كورونا الموجة الثانية والثالثة والرابعة. نحن الآن نتحدث عن متحور جديد من جنوب إفريقيا، كيف نقرأ وضع الأسواق في خضم عودة المخاوف هذا الفيروس أو المتحور الجديد أستاذ بوغادي على اقتصاديات العالم وكذلك على الأسواق والمؤشرات الاقتصادية؟ أكيد مساء الخير لكل المشاهدين، مساء الخير لك وشكرا على الاستضافة. يعني بعد تعافي
في أغلب يعني الأداءات الاقتصادية اللي شفناها يعني الشهرين السابقين، بفعل يعني بفعل تراجع إصابات الكورونا في الكثير من الدول، خاصة الدول الاقتصادية الكبرى. يعني الانفتاح الاقتصادي اللي شفناه، يعني تسارع الطلب على مختلف المواد يعني الأولية، الخامات، على الطلب، على الشحن، يعني على المواد النفطية، المواد الطاقوية، يعني عدم استقرار أو يعني المخاوف اللي تراجع يعني تصاعد العدد الإصابات بكورونا، عود يعني عودة طغى على كل تقريبا على كل مؤشرات الأسواق المالية، في بورصات الصين، في بورصات الأسيوية، أو البورصات المؤشرات البورصات الأوروبية أو الأمريكية. لذلك يعني في المرحلة الحالية يعني الكل يترقب، الكل يعني شفنا تقريبا حتى مؤشرات الاستهلاك، مؤشر الاستهلاك الأمريكي أو مؤشر مديري المشتريات في أوروبا، شفنا يعني تراجع ب 6-5% فقط يعني في يعني فترة أسبوع 15 يوم بفعل بفعل يعني هذه الأخبار، بالإضافة إلى يعني ثقل يعني الآثار اللي ما زال يعني كل دول العالم ما زالها يعني زالها تقاوم فيها الموجة الأولى والثانية. أكيد. الأستاذ بوغادي، في ظرف ربما وجيز عودة النسيج الاقتصادي في فترة مهمة، كانت هناك مؤشرات إيجابية، لكن الآن مع المتحور الجديد في جنوب إفريقيا بدأت العديد من الدول العودة إلى الغلق والحجر. نتحدث هنا عن بريطانيا بالدرجة الأولى. أستاذ حمزة بوغادي، ألا تتوقع مزيد من الإجراءات والمزيد من تضييق عن النسيج أو العودة للنسيج الاقتصادي أستاذ بوغادي؟ أكيد أكيد، أن نشوف بريطانيا أو أكبر اقتصاد في أوروبا ألمانيا، النمسا هي أول من بدأ في إجراءات الغلق. ألمانيا لا تستبعد، يعني قالت أنها لا تستبعد العودة إلى يعني الغلق. لذلك يعني تقريبا حتى التأثر الاقتصاد الأوروبي اللي تأثر بسلسلة يعني سلسلة الإمدادات، ويعني والقطاع الصناعي الألماني اللي يعتبر يعني مؤشر كبير في العملية الاقتصادية الأوروبية، التضخم يعني التضخم الكبير اللي في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهاجها يعني سياسة التيسير الكمي اللي في الاقتصاد، يعني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اشترى كثير من الأصول. يعني في كثير يعني من جملة من المؤشرات أستاذ حمزة بوغادي، المؤشرات سلبية على الاقتصادات العالمية، نتحدث عن تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن احتجاجات في أوروبا كذلك حول العودة إلى الغلق. لا تعتقد أنه ربما هذه الموجة وهذا المتحور الجديد في هذه الفترة سيؤثر كثيرا على الاقتصادات العالمية أستاذ حمزة؟ أكيد أكيد، لما يعني نشوف احنا اقتصادات كبيرة واللي عندها يعني اللي عندها القدرة المالية لأنها تسير كوارث طبيعية وأزمات صحية، راهي يعني راهي في 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 يعني في في, في صعوبات فص ديفاج يعني الموجات الجديدة. يعني الوضع الاجتماعي اللي حتى الوضع المالي لأغلب الشركات في العالم، يعني ليس فقط في أوروبا أو أمريكا، حتى الدول يعني النامية، الدول الآسيوية، الدول الإفريقية، الدول يعني الفقيرة، أغلبها يعني تعاني من صعوبات فوق يعني الوظائف اللي فقدت في هذه الفترة يعني كبيرة، كلها يعني تعتمد في بعض الدول تعتمد على صناديق يعني إعانة البطالة. أغلب الدول ما راهيش يعني حتى اعتماداتها المالية ما تسمح لهاش أنها تكمل في سياسة يعني دعم في ظل إغلاق اقتصادي. يعني كل هذه المؤشرات كل هذه المؤشرات تخلي يعني هامش المناورة جد ضعيف لأغلب الدول، سواء دول كبيرة، دول يعني قوية، أو دول ضعيفة. لذلك يعني أظن أنه الخيارات غير يعني خيار جد ضيقة يعني بالمواجهة مع كل هذه الحركات الاحتجاجية ضد الغلق في الدول الأوروبية خاصة. في الدول الأوروبية خاصة. ابقى معي، سنتحدث عن ملفات أخرى أستاذ حمزة بوغادي في خضم هذه النشرة. إذن كما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد الجمعة في ظل تفاقم المخاوف من تراجع الطلب العالمي إثر انتشار سلالة جديدة من كورونا في جنوب إفريقيا، عمقت أسعار الخام من خسائرها اليومية متجاوزة 8 دولارات في تداولاتها المبكرة لتصل لأدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين. تراجع
تراجعت العقود الآجلة لخام برانت القياس العالمي بأكثر من 10% لتصل إلى 73 دولار للبرميل إلى أدنى سعر له منذ 16 سبتمبر الماضي، في حين هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي بنسبة 12% ليتم تداوله عند 70 دولار للبرميل في أدنى مستوى له منذ 30 جويلية الماضي. انخفاض أسعار النفط يأتي في وقت كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن نية جو بايدن اتخاذ خطوات إضافية في سياق حربه ضد تحالف أوبك بلس. المصادر ذاتها لم تستبعد أن تلجأ إدارة البيت الأبيض لدراسة إعادة فرض حظر تصدير النفط الأمريكي لثاني مرة في تاريخ البلاد. حرب بايدن ضد تحالف أوبك بلس مقبلة على فصول جديدة، أو هكذا أرادها زعيم أكبر اقتصاد في العالم بكشف وسائل أعلام أمريكية عن نية قاطن البيت الأبيض توسيع حربه ضد كبار المنتجين بالتلويح بورقة حظر الصادرات النفطية الأمريكية. الإجراء الذي سبق لبلاد العم سام في منتصف سبعينيات القرن الماضي إقراره إبان الطفرة النفطية الأولى التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بوصول إنتاج البلاد إلى 9 ملايين برميل يومياً أنذاك، ما يمثل 15% من السوق العالمية، قبل أن يعصف بها قرار الدول العربية المنتجة للذهب الأسود حينما علقت تدفق الخام نحو الأسواق العالمية عام 73 من القرن الماضي، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في واردات واشنطن من النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، وزيادة أسعار الخام بأربعة أضعاف في ظرف شهر واحد، منتقلة من 3 دولارات إلى 12 دولاراً للبرميل الواحد. مؤشرات دفعت بالإدارة الأمريكية آنذاك لإقرار حظر صادرات النفط الأمريكية عامين بعد ذلك، إجراء سبقته واشنطن برفع حظرها عن واردات من الدول الأعضاء في أوبك، إجراءات عمرت أكثر من 4 عقود قبل أن تقرر إدارة باراك أوباما في 18 من ديسمبر من عام 2015 عن رفعها، إجراء توج طفرة نفطية أمريكية ثانية بارتفاع إنتاج البلاد من 5 ملايين برميل يوميا في 2009 إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا في 2014، محدثا 630,000 وظيفة جديدة وضمان إيرادات إضافية بنحو 1,400,000,000 دولار. أعود لضيفي في البلاطو الأستاذ حمزة بوغادي الخبير الاقتصادي. أستاذ حمزة بوغادي، إذا تحدثنا الآن على مسألة ما يحدث في بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوبك بلس فيما يخص أسعار النفط والضغط الأمريكي لرفع من إنتاج النفط وتوزيع إضافي للنفط في أوبك بلس، ألا تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في تعيش صعوبات وتداعيات التضخم من جهة، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود والضغط الداخلي الذي يواجهه جو بايدن في الفترة الأخيرة مع نقول أن أسعار النفط مستقرة نوعا ما حسب أوبك بلس؟ أكيد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بكونها أكبر اقتصاد، يعني أكبر اقتصاد في العالم، أكبر مستهلك، يعني من أكبر المستهلكين للنفط والطاقة في العالم، كان من المتوقع انه السوق النفطيه تشهد انتعاش، يعني بعد الانفتاح بعد يعني رفع الاغلاق على مختلف اقتصادات العالم، وكان في طلبيات وكان في يعني عقود ويعني طلبات كبيره مجمده طيله فتره يعني الوباء، لذلك يعني حتى مشاكل انه في بعض يعني في بعض الأشياء اللي أثرت يعني المستثمرين في النفط الخاص الغاز الصخري اللي خرجوا يعني من اللعبة، يعني لما انهار السعر للإسعار انهارت الأسعار لمستويات تاريخية، الكثير يعني أصبح يعني غير يعني ما فيش مردودية، تراجعت الاستثمارات، قلت الاستثمارات يعني في النفط. شفنا احنا انه أوبيك بلس يعني راهي تمارس يعني في سياسة حذرة منذ 2015، يعني منذ نهاية 2014 يعني مع انهيار أسعار النفط، تمارس يعني تحالفات أو سياسة حذرة باش يعني
يعني تعمل توازن في السوق النفطية. الولايات المتحدة الأمريكية بفعل يعني بفعل أنها يعني ما ينفحاش أسعار نفط جد عالية كأي دولة تعتمد على النفط كأي دولة غير نفطية، يعني دول نفطية يساعدها يعني سعر مرتفع، دول غير نفطية لا. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تستعمل في المخزونات الاستراتيجية، وراها تحث الدول أن دول الكبرى أنها تستعمل المخزونات لها الاستراتيجية، وهذا يعني راح يعني ممكن أنه يعمل استقرار لمدة جد قصيرة، لأن سعر النفط من مؤشرات ارتفاعه وانخفاضه هي مؤشرات المخزونات الأمريكية. لذلك يعني نشوف أنه العملية غير سليمة، حتى غير متوازنة. في المقابل كانت تقارير أخيرة للبنوك بنوك أمريكية حول أسعار النفط، أن اعتبرت أن سعر النفط في حدود 80 دولار هو سعر رخيص أو منخفض مقارنة بارتفاع المؤشرات للمواد الأولية والسلع والمدخلات في العالم. أستاذ حمزة، كيف نقرأ ربما تقارير البنوك الأمريكية فيها والمصارف الأمريكية؟ أكيد يعني سعر 80 دولار من 75 حتى 80 حتى 83 دولار يعني سعر متوازن، لأنه في السوق كاين حركية، يعني حركة أو حركة دائرية للاقتصاد العالمي. الدول النفطية هي دول مستهلكة من عند من يعني وأسواقها يعني تتمون من دول المنتجة، والدول المنتجة محتاجة لهذا النفط. يعني لو يعني شفنا احنا الأزمات اللي خلت العجز في أغلب الدول النفطية في 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 مرحلة ما بين 2014 و2020 أثر بشكل كبير على الاستهلاك. وعلى السؤال الأخير في هذا الملف الأستاذ حمزة بوغادي، كيف نقرأ تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب صادراتها النفطية من الأسواق؟ أظن أن هذا يعني سي با فيزابل، يعني أظن أن هذا غير مجدي، حركة غير مجدية، ما نظنش أنها تمشي فيها فقط تهديد. نعم. لأن يعني المؤشرات أو جداول يعني الاستهلاكات دونك نو بيرمي با يعني 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 جميل. أستاذ حمزة أبو غادي، سنواصل في ملف ثالث قبل نختم هذا الملف. هناك العديد من الملفات، نتحدث دائما عن الاقتصاد، نتكلم على أسعار النفط دائما غير مستقرة. سنعود إليك بعد مواصلة النشرة. في شأن متصل، ارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية قبل عطلة عيد الشكر إلى أعلى مستوى في تسع سنوات، وكشفت بيانات أمريكية أن المتوسط الوطني لأسعار البنزين في الولايات المتحدة بلغ 3.4 دولارات، ما يمثل أعلى مستوى له في 2012. لا تزال أسعار المشتقات البترولية والغاز الطبيعي تواصل ارتفاعها، وتؤرق الحكومة الأمريكية التي تواجه ارتفاعا غير مسبوق في معدل التضخم منذ 30 عام. في ملف آخر، يواجه المغرب أسوأ أزمة جفاف تعصف بالبلاد منذ عقود، بتراجع المنسوب الإجمالي لسدود المملكة بنحو 60% في ظرف أقل من عام، وضع أجبر السلطات المغربية لإعلان حالة الطوارئ بشمال البلاد في وقت يهدد الشح المالي القطاع الفلاحي أبرز ركائز اقتصادي المملكة. في ذروة موسم التساقطات المطرية، تتعمق حالة الشح المائي التي تعصف بالمغرب لتتحول إلى أزمة جفاف حادة تعصف بكبرى الأحواض المائية على غرار السدود، بتراجع معدلات التساقطات المطرية بحدود النصف السنة الجارية للعام الثالث على التوالي. أمطار شحيحة رسمت عجزا مائيا عبر 7 أحواض مائية كبرى بالمملكة شمال البلاد، بتسجيل انخفاض منسوب السدود بنسبة تجاوزت 34% في ظرف عام واحد، لتصل الكميات المحجوزة إلى 5 ملايير متر مكعب، ما يمثل تآكل نحو 60% من منسوب سدود المملكة في أقل من 12 شهرا. وضعية حرجة تهدد مساحات فلاحية واسعة، وتعصف بنشاط المئات من الفلاحين ركيزة الاقتصاد المغربي. مؤشرات، سارع وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة إلى وصفها بالمقلقة،
في أعقاب اعترافه أن الوضعية المائية تسببت في عجز تزويد ساكنة 3 أحواض كبرى بالماء الشروب على غرار ملوية التي شهدت جفاف أطول أنهار المملكة لأول مرة في التاريخ، ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ شح مائي شمال المملكة. إذا نعود إلى بلاطو في ظرف وجيز سنناقش هذا الملف، الأستاذ حمزة بوغادي، كان تقرير أخير حول مسألة الجفاف في شمال إفريقيا حول الجزائر، مصر، تونس، ليبيا وكذلك المغرب. المغرب كان بدرجة أكبر بما يخص تأثيرات الجفاف. كيف نقرأ ربما الوضع بما أن المغرب هو كذلك دولة مصدرة للمنتجات الفلاحية مع فترة ومؤشرات الجفاف في هذا البلد؟ أكيد أنه يعني تقريبا دول شمال إفريقيا، كنت أتكلم على مصر، تونس، الجزائر والمغرب، يعني دول نشوف يعني مساهمات القطاع الفلاحي من القطاع الزراعي يعني في الناتج المحلي كبير. الخام نشوف أنه النسب تتراوح ما بين 15% في مصر، 12% في تونس، 14% في الجزائر و 13% في المغرب. يعني نشوف يعني استهلاك أو الاحتياجات المائية يعني خاصة أن القطاع الزراعي يحتاج يعني كميات كبيرة. فاقتصاديا نقول لك أنا لازم باش ننتج يعني 1 كيلوغرام من اللحم لازم لي 15,000 لتر من الماء. لذلك يعني لذلك الاستهلاكات، او نشوف انه المشكل تاع الجفاف والشح المائي اللي لا بلوفيومتري اللي راهي يعني تميز يعني هاد الـ3 سنوات او 4 سنوات الاخيره، البلدان اللي تعتمد يعني كثيرا على الفلاحه او تصدير المنتجات الفلاحيه راح تتاثر بشكل كبير. الجزائر يعني تقريبا استهلاكنا الداخلي يعني تقريبا عندنا 25 مليار دولار هو رقم الاعمال تاع الميدان الفلاحي، لكن كي نشوف هنا المغرب، المغرب يعني اكيد يعني تقريبا 40% من المنتجات الفلاحيه يعني تصدر ويعني وتساهم في مداخلها بالعمله الصعبه. لذلك الموازنات، احنا شفنا في الموازنات يعني طلعنا على بعض المؤشرات الموازنات، كاين يعني عجز تاريخي في المغرب لهذه السنه يعني السنه ليكزارسيس بروشان. دونك يعني حتى يعني تونس صعوباتها الماليه حاليا يعني تعاني ايضا بفعل يعني شح الامطار والستريس ادريك هذايا. ستتاثر يعني صادرات المغرب نحو أوروبا بالدرجة الأولى مع هذا الجفاف السنوات القادمة؟ أكيد أكيد أكيد، يعني حتى يعني كاين نسب، كاين ديبار دو مارشي يعني المغرب خدم عليهم 3 سنوات. السوق الأوروبية ما تحتاجش يعني يعني تحتاج تموين ويعني اللي با فيدال يعني آني وحالي. أكيد أكيد يعني راح تشوف بدائل أخرى لو يعني المغرب ما وفاش بالالتزامات التموينية تاعو، يعني خاصة أنه الدول الأوروبية أغلبها يعني الناتج يعني الناتج الخام بالنسبة للميدان الفلاحي جد منخفض. هي سمة في الاقتصادات الصناعية الكبرى. شكرا جزيلا لك الأستاذ حمزة أبو غادي، كنت معي في النشرة الاقتصادية. إذا نواصل النشرة في شأن المغاربي. دائما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مواصلة تطبيق قانون ضد من أسماهم من يريدون تجويع الشعب والتنكيل به واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم. سعيد خلال استقباله لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات أكد أن العديد من السلع اختفت من الأسواق فجأة، بينهما مواد غذائية وأخرى في مجال البناء والصحة، قبل أن يتهم من أسماهم بالمجرمين بتخزينها لخلق الأزمات وإدارتها في مصلحتهم. للقيام وللتأكيد على ضرورة مواصلة تطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين، ولابد من اتخاذ الإجراءات، ولا تأخذك في الحق لومة لائم لأنهم يريدون تجويع الشعب والتنكيل به، فلا مجال إلا لترك بعض المواد الأساسية موضوعا للمضاربة والاحتكار. الخزائن معروفة أن لم يرتدعوا فسيطبق عليهم القانون، ولكن أدعو التونسيين والتونسيات إلى أن يكونوا في مستوى هذه اللحظة التاريخية لتحرير تونس من براثن هؤلاء المجرمين.
توقعت رسالة الأبحاث أن يصل حجم مبيعات بلاك فرايدر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إلى 6 ملايير دولار. المعهد ذاته والذي يتخذ من إمارة دبي مقرا له توقع أن يسجل موسم التخفيضات التجارية قفزة بنسبة 30% على امتداد المنطقة بالمقارنة مع السنة الماضية. تنزيلات، تخفيضات، عروض مغرية، تختلف المصطلحات ويبقى العنوان واحد، بلاك فرايداي، فرصة سنوية يترقبها أكثر من 5 ملايير شخص عبر العالم، مثلما تنتظرها جل الشركات لتحقيق أرباح قياسية، غالباً ما تشكل ثلث نشاطها على مدار العالم. في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط يتوقع محللون أن تقفز المبيعات خلال ما يعرف بالجمعة السوداء بنسبة 30% بالمقارنة مع المستوى المسجل في 2020 مع ارتفاع مرتقب لحجم أرباح الشركات العاملة في المنطقة إلى 6 ملايير دولار. فرصة تسويقية تمثل نحو 20% من رقم الأعمال السنوي لشركات التجزئة والمنصات العاملة في التجارة الإلكترونية، مع توقع أن يشارك نحو 80% من سكان بلدان المنطقة في عملية شراء واحدة على الأقل خلال الفترة المخصصة للمبادرة. مناسبة تمثل للكثير من الزبائن فرصة لا تعوض لافتكاك مقتنيات نادرة من شاكلة مبيعات الموضة التي تشكل نحو 60% من المعاملات المنتظر تسجيلها خلال مرحلة البلاك فرايداي، وتحتل مقتنيات الملابس الموسومة بعلامات تجارية شهيرة صدارة مشتريات الزبائن. قبل الختام نذكر بأبرز ما جاء في النشرة. متحور جنوب إفريقيا يعصف بالاقتصاد العالمي، انخفاض حاد في الأسواق وانهيار في أسهم الطيران. أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين، وإدارة بايدن تلوح بورقة حظر تصدير النفط الأمريكي في مواجهة تحالف أوبك بلس. أزمات الجفاف تتفاقم في المغرب، منسوب السدود ينهار بأكثر من النصف في ظرف عام، الشح المائي يهدد القطاع الزراعي في المملكة. $6 ملايير أرباح متوقعة لشركات التجزئة في الجمعة الأسود شمال إفريقيا والشرق الأوسط. إلى اللقاء.